يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل ما كل حكم يخالف حكم الله ورسوله، كل حكم يخالف حكم الله ورسوله، سواء كانت أحكاما قبلية جاهلية، أو كانت قوانين وضعية، أو كانت قوانين وضعية، أو كانت أسلاف وأعراف، أو كانت مذاهب وآراء، أي شيء يخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله تحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت. فيطلق على مشايخ القبائل في بعض البلاد وفي بعض الدول وفي والقوانين والمحاكم وكل شيء، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وكانوا أيضا يريدون أن يتحكموا إلى كعب بن الأشرف اليهودي ويتركون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت اليهود أو كان الناس يريدون أن أهل النفاق يتحاكموا إلى الطاغوت كعب بن الأشرف ويتركون التحاكم إلى الله ورسوله. فلذلك قيل في الطاغوت هنا كل قولا عاما، وهو كل ما تحاكم الناس إليه مما يخالف أمر الله وأمر رسوله، سواء تحاكموا إلى هوى شرع قبائل متبع دساتير كعب بن الأشرف، حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، أي شيء يخالف الكتاب والسنة يندرج تحت هذا التفسير. قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، أي بالأحكام المخالفة لأحكام الله ورسوله،